ليس هذا النقد لسياسة العدوان والتضليل وسفك الدماء التي تتبناها الصهيونية الإسرائيلية هو ما يغذي نزعة معاداة السامية. فما يغذيها فعلاً هو ذلك الدعم المطلق لتلك السياسة التي لم تعد تحتفظ من التقاليد العظيمة للديانة اليهودية إلا بذرائع مستقاة من خلال تفسير حرفي متعسف تبرر هذه السياسة وتجعلها فوق كل القوانين الدولية، وذلك بإضفاء القداسة عليها استناداً إلى أساطير خرافات الماضي والحاضر. روجيه غارودي كتب هذا الكتاب ليبرهن على الأسباب التي تبني إسرائيل عليها سياساتها، وبالأخص المحرقة. إنه نوع من الكتب التي تحارب إسرائيل وتنشر الحقد ضد إسرائيل. والعنصر الأكثر قوة الذي نحتفظ به من هذا الكتاب هو توظيفه للحجج الإنكارية، أي إنكار المحرقة. إنه كتاب سياسي يهدف إلى الدفاع عن حق الفلسطينيين في أرض وحياة عادية، وهذا حق تم إنكاره للشعب الفلسطيني منذ عام 48. لذا يجب أن يشرح لماذا حرم الفلسطينيون من حقهم في أرضهم، والعنوان يلخص هذا بشكل جيد. إنها الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. خصص غارودي الباب الأول من كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية للأسطورة اللاهوتية والمبنية على القراءة المتزمتة للتوراة كأسطورة الأرض الموعودة وأسطورة الشعب المختار، والباب الثاني لأساطير القرن العشرين وفي مقدمتها المحكمة العسكرية الدولية نورنبرغ التي أنشئت لمحاكمة القيادة النازية عام 1945، واعتبرها غارودي فاقدة لمقومات المحكمة الدولية العادلة. لا نستطيع بطبيعة الحال أن نقول بأنها محكمة محايدة. لقد تم إحداثها بشكل ارتجالي، ومع ذلك تم فيها القيام بعمل مهم جدا من جمع الأرشيف. قام به الأمريكيون والبريطانيون لجمع كل الوثائق والمستندات بهدف محاكمة المجرمين النازيين الذين تم تقديمهم إلى المحكمة. ولكنها كانت قبل كل شيء محكمة أمريكية، وعلى سبيل التحديد كان المدعي العام الأمريكي روبرت جاكسون قد قال جملة غريبة مفادها أن هذه المحكمة تمثل استمراراً لجهود الحرب التي قادتها الدول الحليفة. هنا يتضح أن هذه المحكمة صنيعة ذات طابع سياسي وعنصري لفرض إرادة المنتصرين على المنهزمين وكتابة التاريخ كما يحلو لهم وعلى الشكل الذي يخدم مصالحهم. اعتبر الكاتب أن مصطلح الإبادة لم يرد في أي من الوثائق والخطب المنسوبة إلى زعماء النازية بمن فيهم هتلر، وإنما هي ترجمة سيئة لمصطلح الإبعاد. ساهمت أيضاً في ظهور مصطلح الحل النهائي ضمن خطة هتلر لإبعاد اليهود نحو مدغشقر مثلاً. كانت هناك عملية تزوير، لأنه في الواقع كانت العبارة الكاملة هي نبحث عن حل وليس الحل، حل نهائي لمكان ترحيل اليهود. إذا كنت أريد الحل النهائي للبطالة مثلاً، فهذا لا يعني أنني أريد قتل العاطلين. قادة النازية استعملوا مصطلح الإبادة، ففي خطاب رسمي ألقاه عام 39 قال أدولف هتلر إنه في حالة اندلاع صراع دولي جديد، فإن يهود العالم سيتعرضون للإبادة. ونجد هذا المصطلح في العديد من الوثائق الرسمية النازية.
في الوثيقة الأكثر خطورة إن شئتم التي تم الاستناد إليها قيل الآتي: نريد طردهم، إبادتهم. إنها الخطابات المحكومة بمنطق الحرب. كما تعلمون، عندما تبدأ الخطابات الحربية يتم الاقتراف من قاموس الأوصاف والمبالغات. ينفي روجيه جارودي أن تكون هناك غرف للإعدام باستعمال غاز زيكلون بي، ويعتبرها أحد الأسلحة الإعلامية التي تستغلها الصهيونية لفرض شرعيتها، مستنداً إلى تقرير للمهندس الأمريكي فريد لوشتر المتخصص في وسائل الإعدامات. سيقول لك الإنكاري إن كل الكتب التي كتبت عن المحرقة وشهادات الناجين منها وشهادات الجلادين، كل هذا ليس صحيحاً، بل مجرد اختلاقات. تم تدمير معظم غرف الغاز التي استعملها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية قبل تحرير المعسكرات. عندما نزور أوشفيتز اليوم نرى أكوام الأحجار. غرفة غاز واحدة صغيرة هي التي تم الاحتفاظ بها. صحيح أنها تحولت إلى ركام، ولكنها بقيت كما كانت. إذا قلتم لي بأن الألمان دمروا غرف الغاز تلك، ليست هناك أي مشكلة. أروني ما دمروا، واشرحوا لي كيف نستطيع أن نسمم بالغاز دون أن نتسمم نحن. كيف نستطيع أن نستعمل غازاً على هذه الدرجة من الخطورة؟ وهنا أستطيع أن أقول لكم بأنني بهذا السؤال وضعت الجميع المؤرخين والباحثين بشكل تدريجي في وضع حرج. لم يملكوا أبداً القدرة على الإجابة على سؤالي. كان من الضروري إذن المبالغة في أعداد الضحايا. فعلى سبيل المثال، كانت العبارة المكتوبة على اللوحة التذكارية الموضوعة على معسكر أوشفيتز حتى عام 94 هي 4 ملايين من الضحايا. أما اللوحة الجديدة الموجودة حالياً فقد كتب عليها 1.5 مليون تقريباً. كما كان من الضروري تماشياً مع خرافة الملايين الستة من الضحايا أن تصبح الإنسانية جمعاء شريكة فيما يسمى أكبر عملية إبادة في التاريخ، وأن تنسى تماماً ضحايا الإبادة الآخرين. لم ينكر وجود ضحايا يهود، ولكنه يقول بأنهم لم يكونوا 6 ملايين. أقول لطلبة احذروا، فإن الإنكارية تبدأ دائماً بطرح الأرقام. من يقول لكم كانوا 2 أو 3 فاحتاطوا منه. كان رقماً سحرياً، كانوا دائماً يتكلمون عن رقم 6 ملايين، وفي عام 45 قالوا هذه المناسبة للتذكير بال6 ملايين. هذا ما طرح في محكمة نورنبرغ، ومن يومها أصبح مستحيلاً تعداده بشكل مغاير. اللي حصل لليهود حاجة منفرقة على كل اللي حصل في الحرب العالمية الثانية. لا، ده مش صحيح. يعني ده جزء من اللي حصل، يعني من السياسة النازية اللي قتلوا الملايين من البوليش البولنديين والسوفييت، قتلوا كمان مئات الآلاف الناس. بس مش حاجة يعني ممكن نقول إن الصهيونية عايزة تعمل من الهولوكوست دين، يعني حاجة مش ممكن يكون ننقدها. لا، الهولوكوست طقس للتضحية مألوف لدى اليهود، وفيه تحرق النار القربان بالكامل، ومن ثم فإن استشهاد اليهود لا يقارن بأي استشهاد آخر، فطبيعته المقدسة تجعله جزءاً لا يتجزأ من مشيئة الله وإيذاناً بعهد جديد. شأنه شأن صلب يسوع في الفكر الديني المسيحي، ولهذا لم يكن غريباً أن يعلن أحد الحاخامات أن إنشاء دولة إسرائيل هو الرد الإلهي على الهولوكوست. في الواقع هي حلقة وجدها الصهاينة لجلب المتدينين لدعم دولة إسرائيل، لأن الصهيونية كأيديولوجية سياسية كانت منبوذة من 99% من الحاخامات اليهود المتدينين، فضلاً عن وجود نص يقول بأنه يمنع على اليهود المتدينين أن يهاجروا جماعات إلى فلسطين والأراضي المقدسة إلا بعد عودة المسيح.
وعام 48 وجدوا الذريعة لتفادي هذا المنع. أوجد الحاخامات معادلة تقول: صحيح أنه قبل المحرقة كان السفر الجماعي إلى فلسطين لإنشاء دولة إسرائيل ممنوعاً، ولكن بعد المحرقة لم يعد هذا الحظر قائماً. لا شك أن هذه العبادة اعتبرت في بعض الأحيان حدثاً مقدساً، وساهمت بدون شك في شرعنة تأسيس دولة إسرائيل عام 1948. نعم بالطبع. بعد غزو عام 1967 أصبحت إسرائيل مستعمرة، فبدأت تطرح التساؤلات: ما هذه الدولة التي تدعي أنها تدافع عن نفسها وتستولي على أرض للاحتماء من المعادين للسامية، وها هي تحتل سيناء والجولان وتستعمر وتفرض إرادتها؟ عندها بدأت شرعية إسرائيل تتعرض للزعزعة، وهنا أخرجت ورقة المحرقة. يصعب الحكم على وجود حسن النية من عدمه، ولا أقول إطلاقاً بأن اليهود اختلقوا هذه القصة لكي يحققوا بها مصالح، لا إطلاقاً. هذه القناعة تكرست، وعلى إثر ذلك استغلوا هذه القناعة وخلقوا منها تجارة الهولوكوست وصناعة الهولوكوست وديانة الهولوكوست. une industrie de l'holocaust, une religion de l'holocaust. احنا عارفين ان اسرائيل بتستفيد من المحرقة حتى تقوي نفسها للرأي العام العالمي. فالناس بتفكر ان اذا انت تقول المحرقة ما حصلتش كافح اسرائيل. احنا اللي عايشين هنا وبنكافح سياسة اسرائيل عارفين العكس. بالرغم من أن اليهود لا يمثلون سوى 2% من سكان فرنسا، فإن الصهيونية تسيطر على معظم صانعي القرار السياسي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الصحف اليومية والأسبوعية، وكذلك في السينما، لا سيما بعد غزو أفلام هوليوود. وفي دور النشر، حيث تستطيع هذه العناصر من خلال لجان القراءة فرض رأيها. تحدث غارودي عن اللوب الصهيوني في فرنسا، وهو موضوع كلاسيكي للمعادين للصهيونية يعود إلى بدايات القرن 19. لوبي لم يسبق لأي أحد أن برهن على وجوده، وهذا جزء من نظرته التآمرية للتاريخ. إن لم نكن نعرف بوجود الصهيونيين وهم جواسيس الموساد ونفوذهم، أعتقد أننا لن نفهم نصف المشكلة. لأنه عليك أن تتصور في فرنسا مثلاً يوجد 3,000 أو 4,000 شخص في كل مكان في قلب المنظومة الفرنسية، أي في كل الوزارات وفي كل مجالات الإعلام. أذكر هنا فقط أن 60% من أسواق الإعلانات في فرنسا يتحكم بها يهوديان فرنسيان، من الراجح أنهما يعملان لصالح الموساد. إذا حق لنا الحديث عن لوبي حقيقياً وقوياً موالٍ لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ملتف حول الأيباك، يمكننا القول إنه توجد في فرنسا طبعاً مجموعة ضغط وجمعيات موالية لإسرائيل كما في العديد من الدول، ولكن تأثيرها لم يكن دائماً مهماً. aussi importante. في اللوبي اليهودي ممكن نقول اسمه الكريف، يعني الكونسيل ريبريزنتاتيف ديز انستيتيوشن جويف دو فرانس، بيدرات بس مرات يعني. وطبعا حتى احنا عارفين حتى السفاره الاسرائيليه بتلعب دور هنا، يعني بتشوف تروح تشوف السياسيين وتضغط عليهم. المشكله زي ما اقول بعض الاوقات أصحاب العرب إن في هنا 21 سفارة عربية، السفارة الإسرائيلية وحدها بتعمل 10 مرات أكثر شغل من كل هذه السفارات. تراجعت دار نشر سافوار عن طبع كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية بعدما تسلمت من كاتبه دفعة مقدمة للطبع، كما اعتذرت دور أخرى عن العمل
وهو ما اضطر جارودي لنشر مؤلفه على نفقته الخاصة عام 1996. بعدما يربو على نصف قرن صدرت خلاله مؤلفاتي عن كبريات دور النشر الفرنسية، أجد نفسي مضطراً اليوم لأن أصدر هذا الكتاب على نفقتي الخاصة، ذلك لأنني منذ سنة 1982 أقدمت على انتهاك حرمة أحد المقدسات، ألا وهو انتقاد السياسة الإسرائيلية. في فرنسا لا تستطيع التجريح أو التشهير العرقي، في فرنسا لا تستطيع تمجيد الإرهاب، مثلما لا تستطيع الدفاع عن خطاب من شأنه إنكار جريمة ضد الإنسانية. إذا قام ناشر بطبع كتاب مزعج للمجلس التمثيلي للهيئات اليهودية في فرنسا كريف، يبعثون إليه بمفتشين من إدارة الضرائب فيراجعون لمدة شهر أو شهرين كل معاملاته. وهناك أيضا مسألة الشيطنة، حيث سيقال هذا ناشر طبع كتابا معاديا للسامية إلى آخره، لذا يتجنب الناشرون المغامرة في هذا الاتجاه. وعندما علموا بمضامين الكتاب لا شك أن العديد منهم رفضوا نشره. تعرض جارودي فور صدور كتابه لعاصفة إعلامية كبيرة واتهم بمعاداة السامية، لكن الذي أسال كثيراً من الحبر في الصحافة الفرنسية هو إنكاره للمحرقة. كان الأمر كالصاعقة التي نزلت على النخبة المثقفة في فرنسا، لأن هذا رجل عرفناه في الحزب الشيوعي ينشد الحوار بين الحضارات مع المسيحيين والمسلمين الذين بات منهم، أصبح على حين غرة معتنقا لنظريات طائفة من اليمين المتطرف. جارودي كان محقا في دفاعه عن القضية الفلسطينية، ولكن هذا الكتاب برأيي كتب بطريقة جعلت البعض يؤوله كما لو أن جارودي كان معاديا لليهود. قليلة هي الصحف التي ساندته، بل على العكس من ذلك فإن معظم الصحفيين والمثقفين بمن فيهم المثقفون العرب كإدوارد سعيد وإلياس صنبر، وهم من المثقفين المناصرين لفلسطين، شجبوا هذا الكتاب. كانت هناك قلة من الشخصيات دافعت عنه، ولكن روجيه جارودي تلقى دعما مهما من العالم العربي الإسلامي. لمصارعة هؤلاء الناس لا يكفي أن تكون شجاعا، بل يجب أن تكون بطوليا. أظن ما فيش جريدة أيدت. المشكلة الوحيدة اللي حصلت، النقاش الوحيد، هل لازم يكون في قانون ضد هذا الكلام؟ يعني هل نفي، إذا نفيت المحرقة لازم تروح قدام المحكمة؟ أنا أظن لا. في كانون الثاني يناير عام 1998 مثل جارودي أمام المحكمة في باريس بموجب القانون الفرنسي المثير للجدل جيسو فابيوس الصادر عام 1990، ويقضي بتجريم كل من يشكك في الجرائم ضد الإنسانية. وشكلت هيئة مدنية لملاحقة جارودي تتزعمها الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية المعروفة بليكرا، وهو اللوبي الأبرز الموالي لإسرائيل في فرنسا. العديد من المؤرخين يعارضون قانون جيسو لأنهم يعتبرون أنه ليس من مهام الدولة أن تحشر أنفها في المسائل التاريخية. بعض المؤرخين أيضاً عبروا عن مخاوفهم من أن يمنع قانون جيسو الأبحاث التاريخية حول الإبادات. أسمع هذه الحجج وأجدها مقنعة للغاية. لماذا أحدث قانون جيسو؟ إنه قانون فضيحة. تصوروا معي أن باستطاعتك أن تقول ما تشاء عن الله وعن الرب، عن عالم وعن مؤرخ وعن ميكانيكي، وفجأة يظهر في حياتكم مكان لا تستطيعون الوصول إليه ولا تملكون في مواجهته
غير التزام الصمت، أو أن تقولوا نعم نعم إنه كذلك، هذا أمر غريب. هنا أيضا لا يتعلق الأمر بحرية النقاش، إذ لا نقاش مع الإنكاريين، فالإنكارية هي صيغة مطورة لمعاداة السامية تنفي أنها معادية للسامية. يقولون لك أنا لست معاديا للسامية وأنا أحب اليهود، مع أنه معاد للسامية. نحتاج إلى قانون ينص على أن مثل هذا القول شكل متطرف لمعاداة السامية. خلال المحاكمة الابتدائية في يناير 98 دارت النقاشات بشكل أساسي حول بعض المقاطع من كتاب روجيه غارودي. المقاطع التي كانت تطرح إشكالاً هي حصراً التي كانت تساهم في التجريح ضد اليهود، مثلاً استعمال عبارة المتاجرة بالإبادة. لماذا أنكرت وجود غرف الغاز؟ لماذا قلت إن هتلر لم يكن يرغب في إبادة اليهود؟ لماذا قلت بأنهم ماتوا لأسباب أخرى؟ كان هناك ما يقارب العشر جمعيات، طالبت بأن تكون هناك مسطرة واحدة بما أن الأمر يتعلق بنفس القضية، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت، والهدف كان إدانته 5 مرات بنفس الفعل. هذه المحاكمة كانت وصمة عار. أدين روجيه غارودي بموجب قوانين منها قانون غيسو، ولكن في الاستئناف أضاف القاضي إدانته بمعاداة السامية. هذه الإدانة بما وصفوه معاداة السامية، مع أن غارودي لم تكن له علاقة بذلك، فضيحة كبرى. أذكر بأن روجيه غارودي كتب جملة تم توظيفها ضده من قبل محكمة الاستئناف، حيث كتب بأن إعدام بريء واحد يهودي أو غير يهودي يعتبر في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية. هذه الجملة تم توظيفها من طرف المؤسسات القضائية الفرنسية ضده، فاعتبروا أن القول يهودي أو غير يهودي معاداة للسامية. هذا يناقض المنظمات اليهودية التي ترفع جميعها الأيدي إلى السماء وتقول: هل تعلمون مدى الأذى الذي تتسببون فيه؟ إنكم تقتلون اليهود مرة ثانية. هذه نغمة تعزف عليها المنظمات اليهودية باستمرار، يعني أننا نجد أنفسنا في كل مرة أمام عبارة أنت شرير، أنت حقود، أنت معاد للسامية. شكلت المحاكمة منعطفاً في حياة غارودي. قاطعه الإعلام الفرنسي، ولكنه صار نجماً في الإعلام العربي. فهل كان ذلك تأكيداً لما ذهب إليه غارودي في كون الإعلام الغربي خاضعاً للهيمنة الصهيونية؟ نجحت المنظومة أولاً في شيطنة غارودي، أي أنها وسمته بالمعاد للسامية والإنكاري، ثم جعلته يدان من طرف المحاكم، وبعد ذلك محت اسمه من الساحات كلها. إسبانيا التي منحت ملكتها مقراً لمؤسسة روجيه غارودي بقرطبة صمدت كثيراً، لأنه حتى في إسبانيا بدأ اللوبي الصهيوني يمانع في حق غارودي الحصول على مؤسسة باسمه، كما بدأ الأمر في سويسرا أيضاً. ولكنني سأقول بأن هذا ما حدث في الغرب دوناً عن بقية دول العالم، وكان في حاجة إلى استرجاع التعاطف من جديد، ولكنه عانى من هذه الموجة من الحقد التي نسميها بالتنكيل الإعلامي، رغم تماسكه وقوة شخصيته. وفاته في يونيو حزيران 2012 لم تلقى اهتماماً من قبل الإعلام الفرنسي. روجيه غارودي في بداية الألفية الثانية كان رجلاً منسياً منزوع المصداقية وحيداً. لقد تمت معاملته بشكل سيء من قبل الإعلام الفرنسي، فلم يكن هناك حوار، كما أن معظم وسائل الإعلام هاجمته.